اهلا بيكم في التكملة بتاعة الاسئلة اللي احنا عملناها. احنا هنتكلم عن الكيدني ام سي كيو. احنا كنا وصلنا لحد رقم 3 وهنتكلم دلوقتي عن حاجة تانية اللي هي بقية الاسئلة بتاعتنا. هنا السؤال ده كان بيقول بنت عندها 3 سنين وكانت نورمال وكانش عندها اي مشاكل وبقالها اسبوعين عندها بروجريسيف فيشيال اديما اذا شكك انها نيفروتك سندروم. هنا بيقول لك قول لي من ضمن الاسئلة دي او الجمل دي مين فيهم اللي صح. نمشي واحدة واحدة كده. بيقول لك ان البيشنت دي هي عندها سيكونس او كونسيكونس لحاجة اسمها برايمري جلوميرولر ديزيز زي الاي جي اي نيفروباثي. التاني كان بيقول لك patient age presentation is atypical وان البيك ايج بتاع النيفروتيك سندروم ما بين 5 سنين ل 15 سنه. بيقول لك البيشنت المفروض تعمل بايوبسي علشان تعرف التشخيص. بيقول لك لو البيشنت عندها هاي فيفر يبقى ده لازم تاخد انتي بايوتكس عشان هي عندها نيموكوكال بريتونايتس. ولو اقول لك ديسكفري اوف هيفي بروتينوريا هايبو البومينيم هايبو كوليستريديميا بيكونفيرم دايجنوستس. نمشي كده بقى مع الخمسه دول ونطلع مين فيهم الصح من الغلط. لو بصينا على اول واحده السن بتاعنا 3 سنين ده مش منطقي ان هو يكون فيه اي جي ان نيفروباثي، بالاضافه لان الاي جي ان نيفروباثي بيبقى معاه كمان هيماتوريا، وكمان الاي جي ان نيفروباثي مينلي في الولاد اكتر من البنات، وكمان بيجي في سن فوق 5 سنين. موضوع السن اللي هو من 5 سنين ل 15 سنه ده غلط. قال لك ان هو اول سن سنتين او 3 سنين لحد 15 سنه هو بيحصل. موضوع البايوبسي ما بنعملهاش الا لو العيان، لو هو اول مره يبرزنت ما بنعملهاش الا لو العيان عنده استرويد ريزيستنس او عنده مانيفستيشنز غريبه زي سن مختلف او ضغط عالي او هيماتوريا او اي اتيبيكال برزنتيشن غير الفيشل اديما او الجنرالايزد اديما. بالنسبه لدي دي منطقيه. قال لك عيان عنده هاي فيفر وياخد انتبيوتكس عشان البوسيبل نيموكوكال بروتونيتس، وفعلا ده بيحصل. اخر واحده ديسكفري اوف هيفي بروتينوريا وهايبو البومينيميا وهايبو كوليستريليميا يكونفيرم الدايجنوزس. طبعا هنا دي حته خادعه. هيفي بروتينوريا هايبو البومينيميا انما هايبو كوليستريليميا لا، هو بيبقى هايبر كوليستريليميا. وبالتالي الكلام ده في السؤال ده هيبقى الاجابه هي دي. ولد جاي لنا بالليثرجي وبالور وبلاد دايريا وهو كان سليم ما كانش عنده اي مشاكل. هي هاز هاد بلاد ستولز لمده 4 ايام وفي اليومين اللي قبليه كان فاتيج وبالسكن بيشرب اضعف واليورين اوتبوت بتاعه اقل وما راحش حته. عملنا له اكزامينشن لان عنده هايبر تنشن شويه بيل وابدومينال تندرنس وبيتيكال سكن راش. شكيت ان هو عنده هيمونيتيك كيروميك سندروم وده فعلا. السؤال هنا بقى بيقول لك ان البيشنت سيمتومز واليانج ايدج هو لايكلي انه يبقى عنده اتيبيكال اتش يو اس. البرنترال انتبيوتكس انديكيتد. بيقول لك العيان ده عنده بيتيكال راش بس الليتل كاونت بتاعه هيبقى نورمال. بروجنوز هيبقى، والسؤال اللي بعده البروجنوز هيبقى غلط وحش قصدي، وعنده كرونيك ريلابس وان رينال امبيرمنت كوزد باي توكسين بايندينج تو رينال فاسكولار اندوثيليال سيلز. طبعا هنا السؤال اول ما نبص على السؤال ده ستريت فورورد. الاجابه الاولى اللي هو جيفن نيتشر ان العيان ده يكون عنده اتيبيكال اتش اس، طبعا ده غلط لان اتيبيكال اتش اس اول شرط ليها انه ما يبقاش معاه دايري، وهنا معانا عنده دايري. تاني واحده بيقول لك بارنترال انتبيوتكس انديكيتد. بارنترال انتبيوتكس غير مقبوله اطلاقا في عيان عنده اتش اس. موضوع بيتكال راش وان هو الكابيتال كاونت يكون نورمال ده برضو مش صح لان العيان عنده هيموليتيك يوريميك سندروم، ده بيبقى لازم يكون عنده ثرومبوسيتوبينيا لان هو الاميون ريسبونس ده بيبقى معاه دايما ثرومبوسيتوبينيا. البروجنوزس بور بدايه اول ما بتشوفها غلط لان البروجنوز عمره ما بيكون بور، هو مودريت. في بعض الناس بيبقى وحش وفي بعض الناس بيبقى حلو لكن مش مطلق. وبالاكسكلوجن كده من غير ما نبص على ايه هي ايه صح، ولكن لما نحب نقراها الرينال امبيرمنت اللي بيحصل فعلا بسبب التوكسين اللي بيشبك في الرينال فاسكولار سيلز.
وكمان انه هو بيعمل لي لخبطه جوه الاندوثيليوم بتاعه البلاد فيسلز دي. بكده نكون خلصنا الام سي كيوز بتاعه الكيدني. الجزء اللي بعديه هنتكلم فيه عن الام سي كيو بتاعه النيورو. بالنسبه لبقيه الاسئله اللي ما كملناهاش في النيورو، اول سؤال: ولد 6 شهور جاي لك بليثرجي وبور فيدنج، ريسنت دايتري تشينجز انكلود ان هو اتحط له سيريالز فروتس وهيربال تي وذ هاني، فيزيكال اكزامينشن طلع افبرايل انفنت ونورمال فايتال ساينز، نيولوجيكال اكزامينشن بقى طلعت لك ايه؟ العيان عنده ديكريز ماسل تون وويك ساكلينج. تتوقع العيان ده يكون عنده ايه؟ هل هو العيان ده عنده اسيندنج باراليسيس؟ هل العيان ده محتاج انتيبيوتكس؟ هل العيان ده جاي لنا بديب تندرون فليكس مقبول؟ العيان ده مش هستفيد حاجه من اي ام جي، كونستيبيشن هي انيشال سيمتوم في العيان ده. الاول من الكلام ده، طبعا هو الكيس دي كيس ملتويه التواء غير طبيعي. دلوقتي ولد 6 شهور جاي لنا بليثرجي وبور فيدنج، والدايتري تشينج طلعت ان هو السيريالز والفروتس والهيربال تي وذ هاني. لا السيريالز بتعمل حاجه ولا الفروتس بتعمل حاجه ولا الهيربال تي نفسه بيعمل حاجه، ولكن الهاني ده بيعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا الطفل ده تقدم له عسل، والعيان ده عنده هايبوتونيا وهايبو ريفلكس، وبالتالي الكلام ده يبين لك ان احنا عندنا ايه؟ عندنا لور موتور نيورون ليجن، وكمان العيان ده عنده حاجه مشهوره جدا، لور موتور نيورون ليجن بعد هاني ايكوال بوتيوليزم على طول. ليه؟ لان الهاني هو ماده ترانسميسبل جامد جدا للبوتيولين توكس او للكلوستيدرم بوتولينيوم. خلينا نفتكر ان الكلوستيدرم بوتولينيوم دي كانت بتعمل المشاكل بتاعها من خلال التوكسن، وعشان كده لما كانوا بيعالجوها كانوا بيدي انتي توكسن وما بيدوش انتيبيوتيك. وعارفين ان العيان ده بيبقى ما عندوش اسندنج باراليسيس ولا حاجه، ده على بيبقى الدنيا باراليسيس كله مره واحده. يبقى كده من الاسئله بتاعتنا دي، اختيار ايه ده هيكون غلط، اختيار بي ده غلط، اختيار سي ده برضه غلط، والاي ام جي نوت هيلبفول لا غلط وهتشخص لي. يتفضل لي هي ايه؟ كونستيبيشن اوف انيشال سيمتوم، صح بنسبه كبيره، صح مش دايما ولكن بتحصل، وبالتالي بالاكسكلوجن هي اللي تبقى الصح. بنت 8 سنين جايه بستارتنج سبيلز، ستيرنج سبيل انا اسف، ثرو اوت ذا داي، يعني بيجي لها سبيلز كده من البحلقه. طبعا حط علامه على الجمله دي. شي از ريفيرد تو يو فور فيرذر ايفالويشن، نيولوجيكال اكزامينشن طلع نورمال، وانت طلبت اي ام جي وطلعت لك فيه 3 هرتز سبايك اند ويف ديسشارج باترن طالع من ناحيتين. السؤال بيقول لك طلع لي الجمله الصح من الخمس جمل دول. هتسال اذا كان العيان ده عنده ليس كنترول للبلادر ولا لا. بيقول لك ان الكونديشن دي انهيرتد لانها اوتوزومال ريسيسيف، الستيرنج سبيلز دي اكسبكتد انها تقعد اقل من 10 ثواني، والبيشنت ممكن يكون عنده بوست اكتال بيريود، وفينوباربيتول هو الدراج اوف تشويس. طبعا من خلال الكلام ده احنا بنتكلم على حاجه اسمها absence seizures، والabsence seizures دي بتبقى بتتميز ان هي ايه؟ حاجه عاديه بتقعد اقل من 10 ثواني وما بقاش معاها بوست اكتال مانيفستيشن وما فيهاش اي ديفكت من اي نوع في اي حته من الجسم، لا مشاكل في البلادر ولا مشاكل بعض لسانه ولا لخبطه في درجه الوعي ولا اي حاجه من الحاجات دي. وكانت لو فاكرين كانت بتتعالج بدواء اسمه ايزوكسامايد. وبالتالي لو بصينا على الاسئله دي او على الجمل دي هتلاقي ان اول واحده ما تنفعش، تاني واحده دي بقى عليها ايه؟ عليها يعني اقاويل. موضوع اوتوزومال ريسيسيف باترن في ناس كتير بتقول لك ان ده ما بيحصلش، ولكن دي هتسيبها لحد ما تشوف حاجات تانيه اكثر وضوحا. رقم سي واضحه جدا انها بتقعد اقل من 10 ثواني، ده فعلا بيحصل كده، عامله زي فلاش الكاميرا. العيان ده بيبقى عنده برولونجد اكتال بيريود، لا ما بيحصلش. فينو باربيتال هو الدراج في تشويس، احنا قلنا الايزوكسامايد هو الاحسن، وبالتالي برضو ايه غلط. بالحل كده هتلاقي ان سي هي الاجابه الصح. اخر سؤال: طفل 4 شهور جايه لك
الاهل جايبينها وقالوا ان هي لقوا عندها abnormal behavior بدأ يظهر، وقالوا ان في خلال الاسبوع اللي فات بدأ يجي لها jerking episodes بتقعد ثانية ثانيتين و sudden arm extension followed by flexion of the head. عملت لها EMG طلع لك disorganized pattern of high amplitude spike waves for both cerebral hemispheres، وكمان معاها هيبسريزميا. بيقول لك بقى ايه السبب بتاع الكلام ده. طبعا الموضوع ده صعب، ولكن احنا بس اللي هنتكلم فيه ان دي بتاعت مايكلونيك سيجرز. المايكلونيك سيجرز ما بتحصلش مع حاجات من الاختيارات دي، ما بتحصلش مع البكتيريا مننجايتس، ما بتحصلش مع برينيتال اسفيكسيا، وطبعا ما بتحصلش مع شيكينج بيبي سندروم. الفرق بقى ما بين تيوبرس سكليروزس ونيوروفايبروماتوزس تايب 1. نيوروفايبروماتوزس تايب 1 ده لازم 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 لحد اخر السطر يكون عندنا كيوتينيوس مانيفستيشن ان فورم اوف بيجمنتيشن. ما تجابش سيره الكلام ده خالص في الكيس فوق. بالاضافه ان نيوروفايبروماتوزس بتظهر متاخر شويه، ما بتظهرش في اول 4 شهور ولا في اول سنه، انما تيوبرس سكليروزس تظهر بدري 4 شهور 3 شهور وبتظهر. وبالتالي الاجابه بتاعت السؤال ده هي تيوبرس سكليروزس. بكده نكون خلصنا السامبل بتاعتنا بتاعت النيورو. يا رب نكون افدناكم ومتعناكم، وتابعونا ان شاء الله نحل تاني اسئله على شباتر تانيه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما تكون ايام حلوه عليكم بعون الله.